سيتغير الوقت الى طبعا منتصف الليل لنلعب دوري الاضواء تحت اضواء لامعه. اللف والدوران والبحث عن مساندة، الكره تلعب في اليسار، تمريره خطيره والتسديده وجول جول جول جول. الهدف الاول لنادي الاكسر، الهدف الاول لاكسر. لا نخشى الخصم ولا الحارس، لا نخشى شيء، نحن العميل، نحن الاكسر، علينا ان نعود من جديد. باكاجاي خرج بطريقه الالمان. مباريات في الملعب الاولمبي اليوم، عدنا اليكم الى ملعب الشيخ. لعب الكره في وسط الميدان، تقطع وتستعاد من جديد الى ابيض، لمسه بينيه خطيره من بعيد، ولكن برافو على باكي، باكاجاي يتصدى ويستعرض. بينية عادت من جديد لصالح عناصر كينكس المكشوط، الكرة ملعوبة لكينكس، تسديدة خطيرة، مرت سلامات كينكس المكشوط في وسط الميدان، انطلاقة وعكسية في وسط الميدان، لمسة بينية خطيرة 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 للعميد ولكنها بعيدة. ما زالت لنادي كينكس، كينكس يحاصر العميد في هذه اللحظات، آخر كرة في المباراة، آخر كرة وآخر لمسة وآخر هدف، والتعادل، التعادل 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 في آخر دقيقة. طبعا البديل انتبه، نظر باب السكل الساعة، وحين حدد الوقت الذي سيسجل فيه اللاعب الهدف بعد السقوط، يخرج متعادلا أمام الملوك وخلاص الآن الحكم ينهي مسرية الشوط الأول. تكلم بطريقة الأمواج، هو يضرب السفن داخل الأمواج، والكرة والثاني 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 يضيع على نادي كينكس. لمسة خطيرة لعناصر الإكسار في هذه اللحظات، البحث عن مرور، البحث عن تسجيل، تسديدة ولكنها مرت سلامات، مرت فوق العارضة. والآن الحكم ينهي المباراة، ينهي الآن بانتظار انتهاء كرة نادي الاكسار ومحاولة نادي الاكسار. تسديدة خلاص، قاتلة 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 قاتلة، جارحة قاتلة. قلت لكم هذا ما يسمى بسلب الحقوق، هذا ما يسمى بالضرب، هذا ما يسمى بالقصف، كأنها الصواريخ التي تضرب في أوكرانيا يا سادة، عابرة للقارات في الزاوية الصعبة. في الشوط الثاني عادت له البسمة، هكذا هي الحياة، تدور لمن شاءت وتبتسم لمن شاءت، ولكن قد يسجل. لا 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 لا، كينكس المكشوط يرفض الخسارة. لم تكتمل الفرحة، لم تكتمل يا بابا كارجوب، ولا التسديدة واللمسة بالكعب غير مسارها وطريقها نحو الشباك. فين من كينكس ومن نادي الاكسر، والآن الحكم لا يريد الكثير من المفاجآت لينهي المباراة بتعادل إيجابي، هدفين لهدفين.